لما الارنب بتاعك يقول لك انا عطشان وتطرطر له في ازازه. هو انا هفضل هنا كتير؟ انا اتخلقت من الناس دي، انا عايز اروح بقى عيشه الفراخ بتاعتي، بقى عيشه الارانب. انا اتخلقت خلاص. بقول لك ايه بقى يا عم، هنا يا عم خمسينة، مش كل شويه تقول اتخنقت وما اتخنقتش. عايز تمشي امشي. مش قصدي حاجه يا فؤاد، انت جدع وكل حاجه، بس مين بصراحه مش جدع يا فؤاد. كل شويه يمسكني يضربني، مد ايده عليا، بص ايه دخلت لجوه ازاي من ايه الاكل، وانت بتبعته يجيب لي اكل، تديله الفلوس ويروح يجيب بالفلوس حاجات لي حاجات حلوه، ما بيرضاش يجيب لنا اكل ويروح يلعب بلاي ستيشن، وبرده ما بيرضاش يجيب لي اكل، وانا هموت من الجوع يا فؤاد، عشان كده انا عايز امشي. صدى سيبت عليها؟ خلاص يا خمسينة، انا هروق عليك، انا هجيب لك اكل، بس مش النهارده، انت النهارده موت من الجوع، وبكره هاكله. خلاص يا عم انا هستحمل لحد بكره، اعمل ايه طيب، امر لله، بس انا هموت من العطش، ممكن تجيب لي شويه ميه؟ عايز ميه؟ سهله قوي، ثواني ثانيه. خد يا عم، خد امسك، جبت لك ميه نضيف ومعدنيه. ماله؟ لا حلو، انا بشرب منها. خلاص يا عم ما تشربش. لا يا ماما ما تشربش. ايه القرف ده؟ صدق انا غلطان، انا مش هجيب لك حاجه تاني. ماشي يا فؤاد ماشي، انا زعلان منك جدا بجد، راح تجيب لي ميه شخاخ. ماشي يا فؤاد ماشي.